أهلا بيكم في مطبخينو. معانا كوبايتين 2.5 معياريين من الرز، تقريبا نص كيلو. الرز ده رز بسمتي، لو مش متوفر ممكن نستعمل الرز المصري العادي. هنغسله طبعا الأول، وبعدين هنصفيه من المية. هنجيب مية مغلية نحطها على النار ونحط فيها معلقة صغيرة من الملح، بعد كده هنحط فيها الرز المتصفي، هنسيبه على النار يغلي تقريبا 10 دقايق لغاية لما حباية الرز تبتدي تستوي. بعد كده هنصفيه في مصفى وهناخده نحطه في طبق ونسيبه لغاية لما يبرد تماما. طاسة على النار فيها شوية زيت، هنحط بصلة مفرومة ناعم وعليها رشة من الملح، هنقلبها شوية على النار لغاية لما البصل يدبل تقريبا لمدة دقيقتين. بعد كده هنضيف 300 جرام أو ربع كيلو من اللحمة المفرومة. هنضيف على اللحمة بهارات، معلقة صغيرة من الملح والكمون والقرفة، ونص معلقة صغيرة من الجنزبيل والفلفل الأسود. هنقلب المكونات ونسيبها على النار تستوي تقريبا 10 دقايق. بعد كده هنضيف عليها معلقة كبيرة من صلصة الباربيكيو أو من الكاتشب أو من أي صلصة طماطم مركزة، هنقلب وبعد كده هنطفي عليها. هنحط بعد كده واحد قطعة يعني أو واحدة من الفلفل الأخضر متقطع مكعبات صغيرة، وهنقلبها مع اللحمة ونسيب اللحمة بقى لغاية ما نكمل بقية الخطوات. معانا هنا واحدة من البتنجان تقريبا نص كيلو، هنقطعها لشرايح. الشرايح دي اللي يحب يقليها في الزيت يقليها، أو اللي يحب يحطها في الفرن زي ما احنا هنعمل يعملها بالطريقة بتاعتنا. كمان هنجيب 3 طماطميات 2 أو 3 حسب حجمها، هنقطعها برضو لشرايح عشان هنحطها في الفرن مع البتنجان. الخلطة بقى اللي معانا اللي هنتبل بيها البتنجان في الفرن، معانا زيت، ده هنا عندنا شوية زيت كده، حطينا عليهم رشة من الملح ورشة من الريحان ورشة من الفلفل الأسود وفص ثوم مفروم ناعم. هنقلب المكونات دي كويس كلها مع بعض، وبعد كده هنبتدي بقى ندهن بيها شرايح البتنجان من الناحيتين وكمان الطماطم، وبعدين هندخلها الفرن. هندخلها بقى الفرن على حرارة 200 درجة لمدة نص ساعة، وبعد ربع ساعة هنقلبها على الناحية التانية وندخلها ربع ساعة اللي فاضلة. الطماطم برضو هنتعامل معاها بنفس الطريقة، وهنحط عليها خلطة الزيت وهندخلها الفرن لغاية لما تتحمر. هنعمل بقى صلصة الطماطم، هنحط زيت على النار، وبعدين هنجيب 3 طماطميات مبشورين هنضيفهم على الزيت، وهنحط كمان معلقة كبيرة من صلصة الطماطم المركزة. بعد كده هنضيف البهارات، هنحط رشة من الملح على شوية من الفلفل الأسود ورشة من الريحان. هنقلب المكونات ديت ونسيبها على نار هادية تقريبا 5 دقايق لغاية لما تتسبك كده شوية وتبتدي تستوي. خلطة الرز بقى المميزة، هنحط 3 بيضات، معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، نص كوباية من اللبن 125 ملي،
معلقتين اتنين كبار من الزيت، وبعدين هنخلط المكونات دي كويس جدا جدا مع بعض. بعد كده هنضيفهم على الرز اللي احنا سلقناه وسبناه لغاية لما يبرد، هنضيفها على الرز ونقلب كويس قوي، ويبقى ده خليط الرز اللي هنستعمله. صينية فرن مقاس 28 سنتي، هنحط فيها نقطتين كده من الزيت ونوزعهم كويس في قاع الصينية وفي الجوانب. بعد كده هنحط رشة من البقسماط عشان تعمل طبقة مقرمشة، وكمان عشان الرز ما يلزقش. بعد ما هنوزع البقسماط هنجيب نص كمية الرز اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي وهنحطها في قاع الصينية، هنظبطها كويس قوي وهنعمل لها جوانب مرتفعة كده شوية عشان الحشوة ما تطلعش من الجناب وتبقى متغطية من كل الجوانب. هنبتدي بقى نحط الحشوة في صورة طبقات. اول طبقة عندنا هنحط طبقة من البتنجان اللي احنا شويناه في الفرن، بعد كده تاني طبقة هنحط اللحمة المفرومة اللي احنا سويناها في الاول، هنوزعها كويس فوق طبقة البتنجان. بعد كده طبقة الطماطم اللي شويناها في الفرن وعليها كم قطعة كده من اي نوع جبنة تفضلوه. بعد كده هنحط على الجبنة طبقة تانية من البتنجان المشوي، وبكده يبقى خلصنا خلاص الحشوة. هنكمل بقى بالجزء الفاضل من الرز او النص التاني يعني من خليط الرز، هنحطه على الوش ونوزعه كويس جدا بحيث ما يبقاش فيه اي جزء من الحشوة باين، تبقى كلها متغطية من كل الجهات. هنحط بقى الصلصة اللي احنا جهزناها قبل كده على وش الرز، والخطوة دي مهمة عشان بتدي طعم جميل جدا للرز وفي نفس الوقت بتحافظ عليه طري ما ينشفش. دخلها الفرن على حرارة 200 درجة لمدة تقريبا تلت ساعة، بعد كده هنطلعها زي ما احنا شايفين ونوزع عليها شوية من الجبنة الموتزاريلا المبشورة ومعلقة من الزيت. بعد كده هندخلها الفرن تاني علشان تبتدي الجبنة دي تسيح وتاخد شكل جميل فوق وش الرز لمدة تقريبا 10 دقايق. بعد كده هنطلعها نسيبها تهدى شوية ونبتدي نقطعها. طبق متكامل مش هتحتاجوا تعملوا جنبه أي حاجة تاني. كده بقت جاهزة معينا، شكلها طعمها وريحتها في منتهى الجمال. لازم تجربوها عشان تعرفوا قد ايه هي رائعة. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، وتقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وإلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله.